متين وودك تخس وتحرق دهونك؟ ما عندك وقت تروح النادي وتبي تتخلص من الكرشة؟ عندك فلوس كثير وما بعارف وين توديها؟ خذ لك هالكبسولات وبتدعيلي حارق دهون يحرق اللي ما ينحرق. للأسف هذا هو حال كثير منا، لما نفكر ننحف بدون أي مجهود وما نعرف الخطأ إلا بعد ما تجينا النتائج عكسية. والله أنا صراحة متعود على الشاي الأخضر، هذه أنواع الشواهد اللي يقول لك الشاي الأخضر، الشاي اللي مخلوط بالزنجبيل، هذه حسيتها تجيب فائدة، بس الأشياء المركبة الكيماوية وهذه ما اقتنعت فيها. العصيرات الطبيعية، والله في بعضهم يقول يشرب عصير فواكه مثلا فريش، في بعضهم مثلا يقول لك يشرب المشروبات هذه الغازية حقت الدهون دي. بشكل عام الشاي الأخضر هو اللي يسوي مفعول معك، يعني ممكن ليمون زنجبيل على كلام يعني الوسط النسائي، كمون ليمون زنجبيل شاي أخضر. ما في شيء يحرق الدهون غير الحمية غير الرياضة. أي طبعا ليمون زنجبيل قرفة. إيه زنجبيل إيه أو الليمون. دكتور، دائما نشوف بعض الإعلانات أو المنشورات في بعض المواقع حبوب هذه بتخليك تنحف بسرعة، الإبرة بتحرق دهونك، في شيء يحرق الدهون؟ ما فهمت الفكرة أنا مرة صدق. والله شوف يعني هي لو فيه كويس بصراحة، لكن بشكل عام هي طبعا إعلانات وكلها تسويق تجاري بحت. تأكد لو كان في هذا النوع من الحبوب أو من الأدوية اللي ممكن تساعد على حرق الدهون بشكل بلمح البصر، ما أحتاج المرضى يجون يسوون عمليات، لكن الشركات أو الأشخاص اللي يعلنون هذه النوعية من الأدوية طبعاً عارفين أنه أغلب المرضى عندهم هوس وخوف كبير من التدخلات الجراحية، وعندهم خوف من استخدام أي شيء ممكن يكون داخل الجسم، فاستخدام الحبوب يعني سهلة وسريعة وما يفكرون في العقبات اللي ممكن تصير أو في المشاكل اللي تصير كأعراض جانبية لأي أدوية. طبعا هي غير صحيحة، هي إعلانات بنسبة مضللة. أي أدوية لا تحصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء فهي أدوية لا ننصح فيها إطلاقا، لانه كثير من التركيبات تكون، وانت طبعا اعرف تركيبات الادويه تكون فيها اشياء كيميائيه واشياء ربما تاثر على جسم الانسان، تكون الاعراض او الاثار الجانبيه حقتها خطيره، وفي بعض الحالات اللي صارت في فتره من الفترات بسبب بعض الادويه اللي انتشرت في دوله معينه وصار فيها وفيات بسبب انه بدأوا يسوقون لها بطريقه يعني جدا مزعجه على انها بديله للتدخلات الجراحيه، فهم لعبوا على وتر حساس بالضبط، ولعبوا على وتر اللي هو التدخل الجراحي، فالناس يقول لك ودهم يسوون بس خايفين، فقال اوكي ناخذ الوتر هذا ونقول لهم لا انت خايف خذ العلاج هذا تنحف على طول. طيب دكتور، قبل ما نعرف المخاطر او ايش ممكن تسوي، انا ودي اسالك، في كثير يعني ما يقولون أدوية، ممكن يلطفون اسمها نباتات أو مكملات أو حتى أعشاب، هي تحرق الدهون بعد. شوف هي يعني في الأخير تصب في صحن واحد، يعني أنت تختلف المسميات لكن الآثار الجانبية حقتها واحدة. طيب ليش الناس يعني يصدقون، أو أغلب الناس يعني ما بيقول يصدقون، ممكن مقتنعين أو يميلون للشيء هذا؟ زي ما قلت لك، هو الهاجس الخوف اللي في داخلهم، يبغون أسهل طريقة، يبغون شيء المتداول بين يدينهم بشكل يومي، يعني زي ما يعني شيء يذكر، لما يقول لي والله أشرب شاي أخضر بتنحف، طيب لو كان الشاي الأخضر فيه فائدة كان الناس انحفت ولا احتاجت التدخلات الجراحية على سبيل المثال، كان انحفت ما احتاجت أنهم يزورون الطبيب، كان انحفوا ما احتاج أنهم يعملوا الرياضة. يعني ما ينفع أنه أنا والله أدب في نعمة ولا في مفطح وفي الأخير أشرب وراها كاسة اللي هو شاي أخضر عشان والله أنحف وأحرق الدهون اللي فيها، وهذا للأسف ترى مفهوم عند كثير من الناس أنه الشاي الأخضر يحرق الدهون، فما في شيء يحرق الدهون وأنت قاعد، ما في شيء يحرق الدهون وأنت ما سويت فيه حركة، ربما لها تساعد على شغلات معينة لكن ما تحرق الدهون بهذا المسمى. عن الشاي الأخضر مو عن الإعلانات اللي أنا الشيء بشيء يذكر، أنا أقول لك يعني
نفس الطريقة اللي هو الأعشاب اللي ممكن تستخدم. أنا أذكر كان في 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 سنة من السنوات مرت فترة إنه في عشبة كانت تباع في مكان معين، وفي العشبة هذه تأخذها بعد الوجبة مباشرة. ما أعرف إيش الحكمة يعني إنها بعد الوجبة مباشرة، عشان بس يوصلون للناس إنه كل اللي أنت تبي ولا تخلي عندك موانع، وبالأخير خذ الشغلة هذه وأمورك تزين، لأن اللي أنت أخذته ما حيمتص الجسم وحيحرقه. فطبعا هذه يعني لو الإنسان استخدم فيها عقله في التفكير مستحيل أنها تصير، لا طبيا ولا غير طبيا. حتى اللي يحطون صور قبل وبعد، يعني ترى كثير من اللي كانوا يحطون صور قبل وبعد، في بعض الناس هذول اللي كانت صورهم مقصودة، يعني هم طلعوا كانوا إحنا مكممين أساسا، إحنا عاملين عمليات جراحية، لكن المواقع هذه بدأت تستخدم الصور الناس وتستخدمها للدعايات تبعتها. انتشرت مثلا عندك اللي هو الأدوية بديلة التكميم، وهذا انتشرت طبعا في فترة من الفترات، انه استخدم اللون الوردي ولا استخدم اللون الأزرق، اللون الأزرق يستخدمه يصير شغل معين واللون الوردي بيصير. فكلها هذه يعني للأسف يعني يضحكون على الناس فيها ويحاولون انهم يكسبون خوف الناس من التدخلات الجراحية بهذا النوع من الأدوية وتسويقا لها. فهذا النوع من الأدوية صار فيها وفيات وصار وصلت المضاعفات الوفيات يعني. نعم، فعشان كذا صدر في واحدة من الدول صدر فيها قرار رسمي من وزارة الصحة إنه بإيقاف تداول هذا النوع من الأدوية في ذات الدولة. دكتور، أنا أتوقع أن مر عليك بعيادتك أو شفت بعض الأشخاص اللي استخدموا الأدوية، ما بيقول أدوية، حوارق الدهون على ما يسمونها، إيش تحس أن تغير فيهم يعني، سواء من ناحية أسوأ أو والله ما سوى شيء أبداً. يعني في الأخير شوف، يعني المريض يتعلق بـ 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 بقشة ويبحث عن أسهل الحلول للأمانة، يبعد عن يخلي دائماً هما ما أخذ اللي هو المثل آخر اللي هو الطب الكي، فهو ما أخذ آخر الحلول بالنسبة للجراحة. فممكن يحاول يستخدم أي نوع من أنواع الأعشاب والحوارق الدهون في مقابل إنه ما يصل إلى تدخلات الجراحية. لكن إحنا نعرف إنه كل شيء له آثار، أنت إذا تستخدم حاجة ما طبعا حيكون لها يعني وضع عكسي على في جسمك، ممكن بعض الحوارق الدهون اللي ذكرتها هذه لها اثر على تغيير اللي هو هرمونات الطبيعه، طبيعه هرمونات الجسم، وبالتالي تغير لك مزاجك، تغير لك في بعض النساء يصير عندهم لخبطه في الهرمونات اللي هو الدوره الشهريه، مشاكلها كثيره. فليش انا اروح لاستخدم اشياء معينه في مقابل انه انا اتجنب؟ انا عندي المريض يروح يستخدم الرياضة ويعمل الرياضة والحمية وغير اللي هو النظام الحياة اليومي أفضل مليون مرة من استخدام ما يسمى بحوارق الدهون وكاسر الدهون. في أشياء طبعا تجاوزت المرحلة هذه من ناحية اللي هو الأدوية وحوارقها، حوارق الدهون، إلى استخدام بعض الأجهزة، يقول لك أنا أحط الجهاز على زي المشدة الطبي أحطه على بطني ويحرق لي كميات الدهون. يعني حدث العاقل بما يعقل، يعني ما في شيء من هذا الكلام. وما يسمى رياضة؟ لا، هذا ما يسمى رياضة، لأن هم إيش يسوونه؟ ويقول لك تلبس المشد، والمشد هو يبدأ يحرق دهونك الواحدة. فمو هو منطقي الكلام هذا، عرفت؟ لكن لو نعطيهم الفكرة الأساسية، المفروض إنه مع المشي، أنت مع مشيك بطبيعة الجسم، سواء ركبت مشد، سواء ركبت جهاز ولا مركب، أنت بطبيعة مشيك أصلاً تحرق. بطبيعة لأنه النظام اللي هو الغذائي ونظام الرياضة أو النظام اللي هو الرياضي يمشون في خطين متوازيين، فما ينفع أنك أنت تمشي في خط وتؤثر على الخط الثاني، فلا بد أنهم يكونون مع بعض. ما ينفع أنه أنا أروح أدب في الأكل وأقول أبغى أسوي رياضة، أو أنه مثلا أسوي رياضة لكن نسبة أكلك عالية، ما حتمشي مع بعض. فالموازنة في التغذية مع الالتزام في الرياضة هي المفروض أنها تكون عشان تصل إلى الوزن اللي أنت تبغاه. جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا لك على المعلومات القيمة هذه.
تطبيق يازيو هو تطبيقنا اللي رح نستعرضه معكم اليوم، واللي يقدم لك خطة شخصية لفقدان الوزن أو بناء عضلات، وفي نفس الوقت يسمح لك بتتبع العناصر الغذائية لوجبتك، ويتيح لك إنشاء خطة الوجبات وتتبع السعرات الحرارية والتمارين الرياضية اليومية اللي مارستها. ويتميز يازيو بتقديم خطة شخصية لإنقاص الوزن أو بناء العضلات، جدول للسعرات الحرارية من خلال البحث في قاعدة بيانات 2 مليون عنصر غذائي، تتبع اللي تاكله من خلال تسجيل البيانات في يوميات غذائية لجميع وجبات الطعام، يتبع لك السعرات الحرارية والكربوهيدرات والبروتينات والدهون، ساعدك على إنشاء وجبات الطعام وإضافة الوجبات المفضلة أو إدخال الأطعمة الجديدة، أيضاً يتابع معك ممارستك لتمارينك الرياضية. التطبيق مجاني ومتوفر لكافة الأجهزة الذكية وسهل الاستخدام. حمل التطبيق وسجل بياناتك وغير نظام حياتك. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في فقرتنا اليوم ثلاث خطوات، وضيفتنا الأخصائية وجدان العبد الكريم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم. اليوم راح نتكلم عن الديتوكس، بس في البداية نعرف المشاهدين ايش هو الديتوكس. ايش معنى الديتوكس؟ كلمة ديتوكس مؤخرا صارت تستخدم بشكل كبير جدا، لكن فعليا الناس مو عارفين معناتها، وصاروا البعض خلينا نقول الشركات يستغلون هذا الاسم. تعريف الديتوكس هو إزالة السمية. ايش اقصد بإزالة السمية؟ انه انا هي عملية فسيولوجية تحدث في جسم الانسان للتخلص من السموم. في معنى ثاني وهي فترة الانسحاب. طب ايش قصدك بفترة الانسحاب؟ هي الفترة اللي يستغرقها الجسم عشان يتخلص من السموم اللي ادمن عليها، مثلا نقول التدخين، فالفترة اللي تخلصنا منها من هذا الادمان تعتبر فترة ديتوكس، فهذا هو المعنى للديتوكس. جميل. طيب هل يحتاج جسم الانسان لمشروبات الديتوكس عشان يتخلص من السموم؟ طيب قبل لا اجاوب هذا السؤال، الجسم يتخلص من السموم بطريقة طبيعية جدا، ما نحتاج اي انظمة غذائية، ما نحتاج اي مشروبات ديتوكس للتخلص من هذه السموم. وانا نصيحتي للناس انه وفروا فلوسكم، ما في اي شيء اسمه مشروب او دايت اسمها ديتوكس. الشيء الثاني، في اشياء ممكن تساعد او خلينا نقول تحسن من هذه العملية الطبيعية اللي داخل الجسم. طيب وجدان وش هذه الاشياء اللي تساعد؟ راح تنصدمين من هذا المشروب. هذا المشروب رخيص، متوفر في كل مكان، ويساعدنا للتخلص من السموم، اللي هو الماء. فقط اشربوا ماء، وهذه نصيحتي دائما للناس، اشربوا ماء طول الوقت، وما في حاجة مثلا ما عليكم ان الموية تكون فاترة، تكون دافية، تكون باردة، هذه الأشياء ما لها أي علاقة. اشربي الموية اللي أنت بدرجة الحرارة اللي تناسبك، لأنها مجرد ما تدخل الجسم راح يعدلها الجسم بحرارته. هذه نقطة واحدة. وما في شيء اسمه لا تشربي مع الأكل أو اشربي قبل أو بعد، اشربي الموية أي وقت تبغينها، لأنها راح تساعد أو تحسن من عملية إزالة السموم. في بعض الناس مشروبات الديتوكس خلينا نقول، واللي يعني ما احب اقولها، هي عباره عن مويه يحطون فيها شرايح خيار، شرايح ليمون، شرايح زنجبيل. هي هذه الاشياء فقط تعزز، هي لها فوائد اصلا، يعني هي ممكن وقليله بالسعرات. بالضبط، تعزز وقليله بالسعرات، وفي نفس الوقت تعطي طعم او نكهه للماء عشان ما يملون يعني. فهي في النهايه الاساس هو الماء. تشربينه زي كذا، تشربينه باي شرايح تبغينها، باي نكهات، اهم شيء ان الواحد يشرب الماء. لكن ما في مشروبات اسمها مشروبات الديتوكس او خاصه بعمليه ازاله السموم. طيب ممكن نقول ان مشروبات الديتوكس ممكن يكون لها اضرار؟ غالبا لو لاحظت مشروبات الديتوكس عباره عن ايش؟ اكثرها عباره عن خضار، فتلاقين عصير الخضار، تلاقين حتى دائما الخضار الورقيه اللي جدا قليله بالسعرات الحراريه، لكن قيمتها فيها الالياف وفيها مثلا الفيتامينات والمعادن، فلما نجي هي اساسا مفيده، لكن مو هي اللي قاعده تنظف جسمنا من السموم، هي ما لها اي علاقه. هي مشروب صحي احنا قاعدين نشربه. اللي يحصل في عمليه الديتوكس والناس يحسون بالراحه، انه الانسان مثلا احنا مشكلتنا ناكل نشويات في كميات مره كبيره، فاحيانا بعض الناس كثره النشويات والسكريات تسبب لهم مثلا انتفاخات في البطن، بعض الناس من قله الحركه في امساك، في اسهال. مجرد ما يبدون ياخذون هذه المشروبات اصلا تلاقيهم هم ياخذون مشروبات الديتوكس يقللون من النشويات والسكريات. بعضهم مثلا يعني انا ما ابغى اقول هذه الانظمه، ثلاث ايام على سوائل فقط، فيبدأ يحس بالراحة ويحس إنه جسمه تخلص من السموم. هو العملية إنك حسيته بالراحة لأنك أبعدت عن الأشياء اللي كانت تضايقك. يعني ممكن نقول بس غير أسلوب فقط. هذه هو فعلًا حمية صحية
انك تغير الاشياء وتبعد عن الاشياء اللي انت تحس انها تضايقك، فقط ابعد عنها او قلل منها وراح ترتاح. لكن ما في هذه المشروبات، هذا اللي يخلي الناس يحسون بالراحه، يحس جسمي تخلص من السموم، احس اني مبسوط. بعدين هي سوائل قاعد يشربها طول النهار، فتبدا البشره تتحسن، يبدا الشعر يتحسن، فهو طبيعي لانه اساس السوائل هذه الماء، هو قاعد يشرب سوائل اللي كانت ناقصته من قبل، وهي كانت متوفره بالضبط. طيب خلينا نسال في الختام، في 3 خطوات كيف ممكن او ايش الطريقه الصحيحه اللي يتخلص فيها الجسم من السموم؟ اوكي، هذه 3 خطوات هي 3 اجهزه داخل الجسم، او خلينا نقول ممكن 4 اجهزه. الجهاز الاول وهو الجهاز الرئيسي والفعال في التخلص من السموم هو الكبد. الكبد عندنا تنقي الدم وتتخلص من السموم في الجسم. نجي ننتقل للجهاز اللي بعده هو الكلى. الكلى كيف نتخلص منها من السموم؟ عن طريق البول، عملية البول. فهذا الجسم أخذ كل السوائل وأخذ السموم وخرجها خارج الجسم. نجي للجهاز الثالث والجهاز الهضمي. مجرد ما نبدأ ناكل الطعام يتم امتصاص كل المواد الغذائية، وبعدين ينتقل من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة، تمتص باقي المواد الغذائية، بعدين ينتقل إلى الأمعاء الغليظة. والأمعاء الغليظة مهمتها تخرج الفضلات، فبالتالي تخلصنا من السموم اللي في الجسم. فهي كلها عمليات طبيعية جوا الجسم، ما تحتاج مجهود، تحتاج منا حمية غذائية صحيحة عشان نساعد هذه الأجهزة أنها تقوم بهمتها على أكمل وجه. إيش الجهاز الرابع أو اللي هو الجهاز التنفسي؟ عن طريق التنفس، يعني لما نجي مثلاً خلنا نقول نستنشق مثلاً غبار في الجو، تلاقي الواحد تلقائياً نكح، هو قاعد يتخلص من السموم. عن طريق بشرتنا لما نتعرق وكذا إحنا قاعدين نتخلص من السموم اللي في الجسم. فبالعكس إحنا جسمنا كامل قاعد يسوي عملية ديتوكس بدون أي شيء يومياً. كمان يومياً بالضبط. فكل اللي يحتاجه منا جسمنا أنه تغذية سليمة وشرب الماء بالضبط، هذا كل اللي يحتاجه. وزي ما قلت نرجع نقول وفروا فلوسكم. شكراً لك، كنا سعيدين جداً بتواجدك معنا الأخصائية وجدانا عبد الكريم، شرفتي. شكراً لكم، أنا جداً سعيدة صراحة بهذا اللقاء. نقص الحديد. على الرغم من التشابه الكبير في الأعراض بين نقص الحديد وفيتامين دال في الجسم، إلا أن كل واحد منهم يتسبب بمشكلة مختلفة في الجسم. وأبرز أعراض نقص الحديد هي تعب غير معتاد، شحوب البشرة، انقطاع النفس، دوار وصداع، خفقان القلب، جفاف وضعف البشرة والشعر، تورم وحرقة في الفم واللسان، ضعف الأظافر، برودة القدمين واليدين. شعورك بأحد هذه الأعراض سبب كافي لإجراء فحص مستوى الحديد في الجسم، حتى ما يأثر نقصه على نسبة الدم في جسمك، وهو ما يعرف بالأنيميا. وقدامك العافية. ممارسة الرياضة مهمة للإنسان مهما كان عمره، ودائما نمتنع عن ممارسة الرياضة بحجة عدم توفر الوقت أو توفر المكان. اليوم جبنا لكم مع الكابتن فيت تمارين منزلية ترفع من مستوى اللياقة عندكم وبأداة واحدة بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعطيكم العافية، معكم أخوكم كابتن محمد بن طالب، مدرب لياقة بدنية كيك بوكسينج. تمارين اليوم إن شاء الله راح تكون تساعد على رفع اللياقة وتمارين للقوة، راح نستخدم فيها أي أداة منزلية، عندنا طاولة أو ستيب أو كرسي. راح نستخدم إن شاء الله اليوم 6 تمارين. راح نبدأ بأول تمرين، راح يكون بالطريقة هذه للمبتدئ وللمتقدم. المبتدئ حيكون بالشكل هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بالنسبة للمتقدم حيكون شوية أعلى الليفل، يلا 1 2 3. خلصنا من التمرين الثاني، ننتقل للتمرين الثالث، راح يكون بوش اب. نفس الطريقة، في تمرينين للمتقدم وللمبتدئ. راح نبدأ بالمبتدئ، هيكون الركبة على الأرض بالشكل هذا، الجسم مستقيم ما يكون مائل بالشكل هذا. هننزل 1 2 3 4 5. بالنسبة للمتقدم حيكون
الجسم مرتفع أو الركبة هتكون مرتفعة عن الأرض بالشكل هذا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. راح انتقل للتمرين الثالث، راح يكون تمرين للأرجل أو الجزء السفلي بالشكل هذا لانجس. رجل حتكون مرتفعة على الأرض ورجل مستوية على الجسم على الأرض ورجل مستوية على الطاولة بالشكل هذا. 1 2 3. أهم حاجة أنه الجسم ما ينزل كامل عشان ما تأثر على الركبة، حيكون زاوية 90 بالشكل هذا. أهم حاجة أنك تحس بعضلة الرجل الأمامية. 5 6 7 8 9 10. راح نغير الجهة نفس الطريقة. أهم شيء أول حاجة التوازن، بعدين نسوي التمرين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خلصنا من التمرين الثالث اللي هو الجزء السفلي، راح ننتقل للتمرين الرابع اللي هو تمرين الترايسبس، تمرين الزنود بالشكل هذا نفس الطريقة. للمبتدئ يكون الطريقة هذه زاوية 90 عشان تكون أسهل. ننزل 1 2 3 4 5. تبغى تصعبها صارت سهلة عليك، تقدر تمد الرجل تكون مستقيمة. ننزل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ننتقل للتمرين الخامس، الخامس راح يكون تمرين هوائي وتمرين مرونة نفس الطريقة. حتمسك الطاولة من الجهة دي، حنجي بالشكل هذا، حيكون فيها جمب. المنطقة الثانية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. التمرين السادس والأخير راح يكون شغل منطقة أو البطن السفلي، راح يكون بالشكل هذا. الجسم مستقيم مرتفع على الأرض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وبكذا كون خلصنا 6 تمارين، تمارين شغل الجسم كامل، تكتسب منها قوة، لياقة، تحمل. والله يعطيكم العافية، أشوفكم إن شاء الله حلقات قادمة. شوربة الخضار بالجبنة من أكثر الشربات لذاذة واللي لها مذاق مميز، هي الشوربة اللي يكون الجبن أحد مكوناتها. اليوم راح نحضر معكم شوربة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت لذيذة، واللي تعتمد على الجبن والخضروات. ويلا نبدأ. مقادير شوربتنا: طريقة التحضير، في قدر متوسط نخلط الموية ومرق الدجاج ونضيف لها الجزر والبازلاء والبصل الأخضر ونتركه لين يغلي ونضيف الملح والفلفل. نذوب النشا مع الحليب ونضيفها مع الاستمرار في التقليب إلين يسمك.
نتركه ينطبخ دقيقتين، ثم نضيف الجبنة ونقلب لين تذوب الجبنة، وبكذا تكون شوربة جبنة الشدر لذيذة وصحية وبدون حرمان. وفي ختام حلقتنا لهذا اليوم، خلونا نتذكر أهم المحاور اللي ناقشناها في هذه الحلقة. تكلمنا عن حوارق الدهون وأضرارها على الجسم، وكيف ممكن نستثمر الأدوات البسيطة في المنزل لرياضتنا، وتعرفنا اليوم بثلاث خطوات على الديتوكس وآلية تخلص الجسم من السموم، وأخيراً طبقنا كان شوربة الجبن بالخضروات. جربوها إن شاء الله تعجبكم. نشوفكم الحلقة الجاية.